ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأمور، أمور الفتن، أنه حفظ أكثر مما حفظ غيره من الصحابة، أو نقول حفظ وحدث. بعض الصحابة لم يحدث لأنه كفي، ولا حفظ. فهذا مما أخبر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام من الفجر إلى أن غربت الشمس، ينزل ويصلي ويرجع ويخطب، وما ترك شخص يجتمع عليه ثلاثة فأكثر إلا سماه باسمه وذكر صفته ومعالم خروجه. وحفظ هذا من حفظ من الصحابة، وخفي على من لم يحفظها ولم يحضر أو نسيه. قال حذيفة رضي الله عنه أعلمنا أحفظنا، قال إني يكون الشيء قد نسيته فإذا رأيت ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الصحابة عندهم علوم متفاوتون في علومهم ما حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حدث المناسبة والداعي للحديث، ومنهم من لم يحدث خشية الفتنة لأنها لا تطيقها العقول. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه عن الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال حذيفة أنا أخبرك. قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصدقة والصوم والصلاة والصلة. قال ليس عن هذا أسأل، عن الفتنة تموج كما يموج البحر. فقال هذه بينك وبينها باب مغلق، يعني ما تدرك. قال ويحك، الباب يفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق. لما انفض المجلس سئل حذيفة عن ذلك، قال الباب عمر وقتله وكسر قتله. عرف حذيفة هذا مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله علي رضي الله عنه لما انه حدث عن الخوارج، لما قاتل الخوارج يوم النهروان قتل جملتهم، أمرهم أن يبحثوا عن المخدج الرجل الأسمر المقطوع اليد الذي يده تشبه ثدي المرأة وتتدردر عليها شعرات بيض مقطوع اليد من العضد. فبحثوا ما وجدوه، قال ابحثوا والله ما كذبت ولا كذبت. فبحثوا مرة أخرى قالوا ما وجدنا. فمشى معهم يقول ارفع الجثة هذه، ارفع هذا، ارفع هذا، حتى وجدوه تحت الجثة وأخرج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكان أولى الطائفتين علي رضي الله عنه معه في هذا الأمر. فهذا من الغيب الذي حفظ علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم بقتالهم لقاتلتموهم قتالا شديدا، اقتلوهم يعني في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله. ولو يقول تعلمون لاتكلتم على ما حصلتم من الأجر. وأبو هريرة رضي الله عنه يدخل في زمان مروان في المدينة، يدخل عليه ويخبره، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أو ذهاب ملك أمتي على يدي وغيلم من قريش. قال مروان منهم لعنهم الله. قال لو شئت لأنبأتك بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، يشير يقول إنهم من صلبك يا مروان من آخر ملوك بني أمية. حفظ هذا أبو هريرة، قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما يعني ما يتعلق بالأحكام بثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم وقلتم كذب أبو هريرة ما تطيقونه. كان علي رضي الله عنه يقول آه في هذا الصدر علم لو أجد له مكانا، لكن يقول لو حدثتكم افتتنتم. هذا كله من أنباء الغيب، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف الصحابة رضي الله عنهم هذا، وعقلوه وفهموه وحدثوا به عند الحاجة إليه، وكتموا بعضه لعدم الحاجة إليه أو لكونه يثير فتنة أكبر.